الجونادوتروفينز. الجونادوتروفينز هي عبارة عن هرمونات تطلع من البيتويتري جلاند وتطلع من الانتيريور بارت اوف ذا بيتويتري جلاند وتشمل دي ال LH اللي هو مختصر اليوتينايزنج هرمون وال FSH اللي هو مختصر الفوليكل ستيمولاتينج هرمون. هذه الهرمونات الريليز مالتها يكون under the control of hypothalamus عن طريق ال GnRH اللي هو الجونادوتروفين ريليزنج هرمون. فال GnRH هو الجونادوت ريليزنج هرمون، هذا يحفز الانتيريور بارت البيتويتري جلاند حتى تفرز الجونادوتروفينز اللي هي ال LH وال FSH. تأثيرها يكون على الاوفريز وتنظم الهرمونال سكريشن بالومن، وايضا وتنظم ايضا عمليه تكوين الاوفاريال فوليكلز، وايضا بالتستس بالميل تنظم عمليه السبرماتوجينيسيس اند تستوستيرون برودكشن. فبالنسبه للاف اس اتش يحفز الاوفاريال فوليكلز فورميشن. الاوفاريال فوليكلز هي تسوي الاوفا البيضه وتسوي الاستروجين، بعد ان تنطلق البيضه فيتحول ما تبقى من الفوليكلز الى اليوتيال بودي، وهذا اليوتيال بودي هو المسؤول عن تكوين البروجستيرون، والبروجستيرون والاستروجين اثنيناتها هي مسؤوله عن تنظيم المنسترول سايكل. بالنسبه للتستس الاف اس اتش يحفز السبرماتوجينيسيس تكوين السبيرمز، والال اتش يحفز ايضا التستوستيرون برودكشن. الريليز مالته بالال اتش والاف اس اتش يكون بلستايل اكثر شيء بالفيميل لانه يتبع المنسترول سايكل. حتى نفهم الجونادوتروفينز نحتاج الى انه شوي نمر بالمنسترول سايكل. بالنسبه للمنسترول سايكل بها فور فيزز، تستمر السايكل مده 28 الى 35 يوم وبها اربع اطوار. الطور الاول نسميه بالمنسترويشن اللي هو يصير عندنا شيدنج او الريليز اوف اندومتريال كونتنت، يعني ينزل الاندومتريال كونتنت. بعدين يجينا الفيز الاخر اللي هو الفوليكولار فيز، وهذا يستمر لمده اول 14 يوم من الدوره يبدي بعد المنسترويشن، وخلال هذا الفيز يصير عندي زياده بالاف اس اتش ريليز، يطلع عندي الاف اس اتش بكميات. فهذا الاف اس اتش يحفز الاوفري انه الاوفاريال فوليكلز واحده من الحويصلات الموجوده بالاوفريز تتحفز حتى تبدي تكون الاستروجين، وهذه يكون الاستروجين حتى ويبدي ايضا يؤدي الى نمو البيضه. هذا الفوليكولار فيز يستمر اول 14 يوم من الدوره، ويمتاز الفوليكولار فيز بزياده الاسترادايول اللي هو الاي 2 واللي هو المين استروجين ديورينج ذا فيرتايل ايج. بعدين بنصف الدوره بيوم ال 14 تبدا عمليه الاوفيوليشن، بالاوفيوليشن يصير عندي سيرج للال اتش، حيصير عندي هاي ريليز اوف ال اتش ريليز اللي هو اليوتينايزنج هرمون. هذا اليوتينايزنج هرمون حيحفز عمليه الاوفيوليشن بحيث انه تنطلق البيضه من الفوليكل ويبقى عندنا الجزء الاخر يسموه بالكوربوس اليوتيوم او اليوتيال بودي. بعد الاوفيوليشن ال 14 يوم الاخيره اسميها اليوتيال فيز او البروليفريتيف فيز. هناك كان اللي يسموه الفوليكولار فيز، ليش؟ لانه كان عندي نمو بالفوليكلز بالحويصله مال الاوفري. بالفيز الاخير يسموه بروليفريتيف فيز او اليوتيال فيز، لانه هنا اليوتيال بودي حيلعب دور انه يعني بعد عمليه الاوفيوليشن بقى الجزء المتبقي من الفوليكلز اسميه باليوتيال بودي، هذا اليوتيال بودي حيبدي يكون البروجستيرون، فلهذا نشوف انه البروجستيرون يكون هو السائد في النصف الثاني من الدوره. وهذه النصف الثاني من الدوره، فهنا البروجستيرون وظيفته انه بريبير ذا اندومتريوم فور فيتس امبيدنج، حتى يحضر الاندومتريوم على مود يسوي امبيدنج للفيتس. فاذا استمر اذا اكو بريجننسي فحيستمر المره البلاسنتا المشيمه حتبدي تشتغل وتبدي تكون هرمونات وتستمر العمليه خلال فتره البريجننسي. لكن اذا ما صار عندي بريجننسي راسا اليوتيال بودي ديمينش
حيتوقف اليو تي ال بودي، يصير عندي ابرابت ديسكونتينيويشن اوف بروجسترون، راسا ينزل مستوى البروجسترون وتبدي عمليه المنستريشن. فلهذا نشوف انه الجونادوتروفينز الريليز مالتها يكون بلستايل بالنسبه للفيميل لكن يكون ثابت بالنسبه للميل. الجونادوتروفينز هي قلنا الهرمونز برودوس باي ذا انتيريور بيتويتري جلاند تنقسم الى اف اس اتش وال اتش، وهذا تحفز الجونادال ستيرويدز ريليز بالنسبه للميل والفيميل. فالاف اس اتش بالنسبه للفيميل يحفز الاوفاريان فوليكلز وبعدين الاستروجين secretion and the formation of ova during the follicular stage، لكن ال LH مثل ما نشوف هنا انه ال FSH اكثر شيء يحفز تكوين ال ovarian follicles، وال FSH الريليز مالته يكون خلال ال follicular phase ويساهم ايضا بزياده الاستروديول production، لكن وايضا تكوين الاوفا، لكن ال LH triggers the ovulation process هذا in the mid of the cycle خلال نصف الدوره، يصير عندي LH surge، وهذا ال LH surge زياده ال LH حتحفز لعمليه الاوفيوليشن وهي خروج الاوفا من الفوليكلز، وبالتالي حجي يتكون عندي اليوتيال بادي. بالمين ال FSH يحفز السبرماتوجينيسيس، ال LH يحفز اللايدك سيل حتى تكون التستوستيرون. هذه الجونادوتروفينز بعض الاحيان نحتاج انه نعطيها اكزوجيناسلي، يعني نعطي مرات تعرف ال FSH او ال LH اذا كان الشخص مثلا عنده مشكله هرمونيه بالبيتويتري جلاند بحيث انه الغده النخاميه مالته ما تفرز FSH او ما تفرز LH او ما تفرز اثنيناتهم، فممكن انه نعطيها كهرمون ريبليسمنت ثيرابي، وايضا ممكن انه تستخدم لتنظيم الدوره وايضا لعلاج حالات الانفيرتيليتي بالنسبه للميل او الفيميل. فمرات يعطون اكزوجينوس بريبريشنز من عندها، اكو عده بريبريشنز موجوده بالسوق، من عندها قسم من البريبريشنز بها بوث FSH اند LH، البريبريشن اللي بال FSH وال LH اسميه بالمينوتروبين او الاسم التجاري بيرجونال. مينوتروبينز او البيرجونال تحتوي على ال FSH وال LH، قسم من البريبريشن تحتوي على FSH اونلي، مثلا عندنا اليوروفيلوتروبين او الفيلوتروبين الفا اند فيلوتروبين بيتا. وبالنسبه للبريبريشنز اللي تحتوي على ال LH اونلي هي الكوريونيك جونادوتروفين او البلاسينتا، هذا الكوريونيك جونادوتروفين هذا يطلع من المشيمه مال الحامل ويشتغل مثل ال LH، فهذا يساعد على انه يبقى لليوتيال بودي يبقى موجود ويساعد على تكوين البروجستيرون. فعندنا الكوريونيك جونادوتروفين تروبينز اللي هي مثلا هيومن كوريونيك جونادوتروفين او الكوريو جونادوتروفين. فبالنسبه للبريبريشنز اللي هي الجونادوتروفينز احنا عندنا 5 تايبس اوف بريبريشنز، واحده من عندها المينوتروبين، قلنا المينوتروبين هو يحتوي على اف اس اتش و ال اتش، هذا يسموه ايضا بالهيومن مينوبوزال جونادوتروفين، المختصر مالته اتش ام جي اللي هو الهيومن مينوبوزال جونادوتروفينز، هذا ياخذون من اليورين اوف ذا بوست مينوبوزال وومن، يعني من يستخلصون من اليورين للنساء اللي هم في سن الياس، واسمه التجاري بيرجونال يحتوي على الاف اس اتش والال اتش، واسمه ايضا مينوتروبينز. بالنسبه اللي تحتوي على الاف اس اتش قلنا اما عندنا اليوروفيلوتروبين او الفيلوتروبين الفا ان فيلوتروبين بيتا، اليوروفيلوتروبين هو عباره عن اف اس اتش ذات از اوبتيند فروم ذا يورين اوف ذا بوست مينوبوزال وومن وذاوت ال اتش، يعني الفرق مال اليوروفيلوتروبين عن المينوتروبين انه المينوتروبين ياخذون من بوست مينوبوزال وومن بس بي اف اس اتش وال اتش، اليوروفيلوتروبين لا فقط ال اف اس اتش بدون ال ال اتش. اكو مستحضرات ثانيه لل اف اس اتش اللي هي الفيلوتروبين الفا، فوليتروبين الفا والفوليتروبين بيتا، وهذه تحتوي فقط على ال اف اس اتش برودكت ويحضروها عن طريق الدي ان اي ريكومبيننت تكنولوجي، يعني مو بطريقه الاستخلاص، فتكون السيفتي مالتها افضل من اليوروفيلوتروبين. ظلت عندنا المستحضرات اللي تشتغل مثل ال ال اتش هي يسموها هيومن كوريونيك جونادوتروفين اتش سي جي. لما نقول هيومن كوريونيك جونادوتروفين يعني معناته انه هذا الهرمون ذات از اوبتيند فروم ذا بلاسينتا
هذا دائما خلال فترة الحمل البلاسنتا تبدي تكون الهيومن كوريونيك جونادوتروفين، ووظيفة الهيومن كوريونيك جونادوتروفين هو مثل وظيفة ال LH، وال LH يحفز الكوربوس اليوتيال فورميشن خلال النصف الثاني من الدورة ويساعد على تكوين البروجستيرون. هذا هم ياخذوه باليورين مال يحصلون عليه من اليورين اوف ذا بريجننت وومن، والاسم التجاري مالته هو بريجنيل، يعني البيرغونال ياخذوه من اليورين اوف ذا بوست مينوبوزال وومن، لكن البريجنيل ياخذوه من اليورين اوف ذا بريجننت وومن، وهذا يشبه ال ال اتش. هذا طبعا هم يكون عن طريق يعني يكون مصدره هو اليورين ويحتاج الى استخلاص من اليورين. اكو الكوريونيك جونادوتروفين الفا، والكوريونيك جونادوتروفين الفا هو عباره عن اتش سي جي ميد يوزنج دي ان اي ريكومبيننت تكنولوجي مثل الاتش سي جي، لكن تم تصنيعه عن طريق الدي ان اي ريكومبيننت تكنولوجي. فاذا صارت عندي خمس انواع، واحد من عندهم المينوتروبينز اللي هو بي اف اس اتش ال اتش، عندي مستحضرين نوعين من المستحضرات بيها فقط اف اس اتش اللي هو اليوروفيلوتروبين والفوليتروبين الفا والفوليتروبين بيتا، وعندي مستحضرات بيها فقط ال اتش انالوجز اللي هو الهيومن كوريونيك جونادوتروفين او الكوريونيك جونادوتروبين الفا. الجونادوتروبينز طبعا الاستخدام مالته هنا انه تنطي انترا ماسكولار، لان اكثر شيء تنطي على شكل ديبوت انجكشنز، والديبوت انجكشنز ينطوا على شكل انترا ماسكولار فور انفيرتايل. التريتمنت مالته هو تعالج الانفيرتيليتي، ف لهذا التريتمنت بروتوكول للانفيرتايل وومن ينطون مينوتروبين فور 5 تو 12 دايز اوف ذا منسترال سايكل followed by HCG at 13 to 15 day from period of ovulation. فبالنصف الأول من السايكل، يعني من اليوم الخامس إلى اليوم الاثناعش، ينطوه مينوتروبين. هذا المينوتروبين شكو بي FSH و LH. هذا حتى ال FSH يساعد على the growth and maturation of the follicles. ممكن أنه يبدلون المينوتروبين بواحد من اليوروفيلوتروبين أو الفوليتروبين ألفا أو فوليتروبين بيتا يحتوي على ال FSH. بالنصف الثاني من الدورة هم بعد الـ FSH ما يحتاجون، حيحتاجون الـ LH، فلهذا بالنصف الثاني من الدورة يكون الـ HCG اللي هو Human Chorionic Gonadotrophin، واللي هو عبارة عن هرمون يشبه يطلع من البلاسينتا ويشبه الـ LH ويأخذوه من الـ Pregnant Woman، وهذا دائما يطلب بالنصف الثاني من الدورة. بالنسبة فلهذا احنا نشوف انه العلاج مال الجونادوتروفينز بالنسبة للومن يكون مختلف، يعني لأنه لازم يتبع السايكل، بس بالميل مرات ينطون HCG اللي هو الهيومن كورينيك جونادوتروفين مثل الـ LH، هذا حتى for the external sexual organs، وبعدين followed by مينوتروبين اللي هو for induction of the spermatogenesis. فهنا مثلا بالميل انفيرتيليتي مرات مثلا هو عنده تستيكولار ديستروفي، فمثلا اللايدك سيلز ما تفرز التستوستيرون بشكل جيد، فبالبدايه شطوا يطوا اتش سي جي اللي هو مثل ال ال اتش، ال ال اتش حيحفز اللايدك سيل انه تكون التستوستيرون، حيساعد على الجروث اوف ذا سيكشوال اورجانز، بعدين وراها ينطوا المينوتروبين. المينوتروبين يعني بعد ما ينطي ال اتش ويعالج التستيكولار ديستروفي ينطي المينوتروبين. المينوتروبين هم بي ال اتش واف اس اتش، فالاف اس اتش اللي موجود هنا يساعد على عمليه السبرماتوجينيسيس. بالنسبه لهذه الهرمونات بها تاثيرات جانبيه، من ضمن التاثيرات الجانبيه اكثر شيء تكون بالفيميل، يعني مثلا يصير عندنا اوفاريان انلارجمنت او اوفاريان هايبر ستيميليشن سيندروم. واحده من الشغلات اللي تسويها اوفاريان انلارجمنت او اوفاريان هايبر ستيميليشن سيندروم، واللي ممكن انه تكون فيتال، او اذا مثلا ممكن يصير عندنا مالتيبل بيرث، يعني ممكن يصير توينز او مالتيبل بيرث اذا صار بها مسيوز، او ممكن نسوي لنا الاوفاريان هايبر ستيميليشن سيندروم.